الناس. عندي أخبار رائعة. من دلوقتي الكلاس بتاعنا هيكون في ملاهي مائية. هاي! إيه ده؟ ده حمام سباحة. ووهو! طيب، هنتعلم قواعد استخدام مسدس المية. اكتبوا ملاحظات. مسدس مية. فعلاً؟ ضروري الملاحظات؟ الزناد. الهدف. خزان المية. ممكن يتشال. بتملوه مية. ترجعوه. وتبتدوا معركة المية. كل المعلومات دي مملة جداً لدرجة إنهم بيروحوا في النوم. إيه ده؟ النوم في الكلاس وقاحة جداً. طيب، درجتك النهاردة هتكون F. الكلاس خلص خلاص؟ أنا نمت فيه والمية خلصت. أوه، ظهري محروق. إيه؟ النهاردة هتتعلموا إزاي تحبسوا نفسكم تحت المية. أوكي. جون هينزل حمام السباحة الأول. أيوة، أخيراً. أراهنك إنك مش شجاعة كفاية إنك تغازلي مستر أندي. أنا شجاعة، ممكن أعملها. جون نزل حمام السباحة خلاص. جاهز، أنا ظبطت التايمر. نفع؟ برافو يا جون، برافو عليك. هولي، أنتي اللي بعده. ها، الوقت. لكن هولي مش هتخرج، هي عندها خطة كتير قوي. هولي، هولي. أوه لا، مستر أندي، هي بتغرق. طلعها منه. مستني إيه؟ هولي، هاتي إيدك، إحنا هننقذك. مستر أندي، إحنا ملتزمين بالخطة. هي بتتنفس؟ أعملي تنفس صناعي. بصوا كويس، أنا بعمل تنفس صناعي. أوه، مش ممكن، خسرت الرهان. وقت الشاور. الشامبو ده هيخلي شعري بيلمع. لكن جون بيخطط لحاجة. كل ما زاد الشامبو كل ما بقى أحسن. مستر أندي زهق من غسيل شعره، لكن جون ما زهقش من إضافة شامبو أكتر. واضح إن في حاجة غلط في الدش ده. ها، الكلاس اتلغى. لوكر البنت زي شنطتها بالظبط، في كل حاجة. لا، كل ده غلط. عوامة، مش النهاردة. هو فين؟ هنا، قلمي المفضل. هولي طالبة متفوقة ودرجتها العالية مخليها عايمة على المية. لكن مش كلهم محظوظين. مش ممكن توصلي مسافة بعيدة بإف. أهو الامتحان بتاعكم. الوقت هيبتدي دلوقتي. ممنوع غش. مفيش حد هيشوف ورقة الغش بتاعتي. هنلزق شرايط ورق فيها ورق الغش في أطراف برنيت البحر. نلفهم. هولي، بتعملي ايه؟ كاتبة المعادلات على المايو بتاعي. بنات، انتوا رائعين.
مستر أندي جاي. أنا هنزل المية. خلينا نشوف. برافو عليكو. معادلة هولي عايمة على حمام السباحة كله. كلاس، الأول هتلبسوا بني السباحة وبعدين هتنزلوا المية. فهمتوا؟ الوقت هيبتدي خلاص. الطلاب كويسين جداً، لكن مش كلهم. أنا طلبت منك بالذات تلبسي بوني السباحة. ده هو ده صعب يتفهم؟ فهمت، أهو البوني بتاعي، لكن شكله مش حلو عليا. طيب استراحة. طلابي راحوا فين؟ في ألعاب كتيرة هنا. أنا مش هطلع من حمام السباحة، ممكن يكونوا في أي مكان. هاي مش هيلاقيني هنا. أعتقد إنه ما شافنيش. اكتب المعادلات دي. ده المدير. ألو، بس أنا افتكرت إنك أنت قلت الملاهي المائية مش حديقة الحيوانات. خد الممسحة، هنعمل مفاجأة لمستر أندي. هنقطع شكل سبونج بوب من سفنجة عربية. هنعمل تفاصيل من ورق الفوم. سبونج بوب، ابتدي شغل. سبونج بوب هيروح هنا. فهمت يا مدير. يلا نكمل. أوه، سبونج بوب ليا؟ شكرا جدا ولد، ما تبصليش كده. فهمت، انت محتاج ترجع البيت. لقاء البحر. انت حر دلوقتي، قوم. ايه ده؟ المقلب منفعش. مستر أندي في استراحة، اقعد في الشمس شوية. لكن الشمس بتريح جدا. مستر أندي نام من غير ما يقصد، والشمس نشفته. أوه لا، مستر أندي اتفحم، أنا هنقذه. هو محتاج مية. أنا هنا ليه؟ كده بتقفلوا اللايف جاكيت. فهمتوا؟ المشروبات دي حلوة قوي. ده بعيد جدا. بنات، ممنوع المشروبات في الكلاس. الجو حر قوي من غير مشروبات. ما تقلقيش، أنا جهزت لده. هنخيط شريط على قطعة من البلاستيك الشفاف علشان نعمل أقسام للمستلزمات المدرسية. هنخيط شريط كمان من البلاستيك. هنملاه بجليتر كتير. ونخيط إيد. هنعمل قطعة تانية. هنعمل شكل كيس. هنضيف سوستة وإزازة مية ناعمة على كل جانب. صبوا صودا جوه ونضيف زينة. هنملى الكيس بأدوات مدرسية. واو، كيس فيها صودا منعشة. ايه ده؟ دي مجرد كيس، اهو القلم. طيب هاي فايف. جه وقت الراحة أخيرا. الأصحاب عندهم حاجات كتيرة يتكلموا فيها. حمام السباحة فاضي، علشان كده قلت له فعلا الأول بتبرد ضوافرك، وبعدين تستحمى بمية بملح، وبعدين تحط الزيت للبشرة. إزاي ما يعرفش حاجة زي دي؟ الأولاد أغبياء قوي. عندك حق، الوقت بيعدي بسرعة لما بيكون في مشروبات وكلام مشوق.
لكن المشروبات خلصت والشمس بتحرق. جه وقت الطلوع من حمام السباحة. أوه لا، ده ديل. واضح إن الأصحاب كانوا في حمام السباحة بقالهم فترة طويلة، لكن ديل عروسة البحر مش سبب علشان يقطع كلامهم. بما إننا في ملاهي مائية، هنبدل بورد المدرسة بسيرف بورد. هنجاوب هنا كمان. آسف إن أنا اتأخرت بنات، ده علشانكم. آيس كريم. واو. شكرا جون، انت اتأخرت، تعال جاوب. أنا جاي. لكن أنا نسيت التباشير. مش مشكلة، أنا معايا. نمزج جزء من الجبس مع تلات أجزاء من النشا، هنلونه بألوان جواش مخفف، نخلط ونصب في قالب آيس كريم، نسيبه يجمد لمدة يوم واحد. هنعمل ألوان مختلفة من التباشير، ممكن تحتفظ بيها. تباشير على شكل آيس كريم، ده مبدع. هو ده تباشير للبورد؟ لا شكرا. مستر أنتي تعبان، محتاج راحة. لكن البنات فكروا في مقلب. مستر أندي، عايزة أروح أكتر لعبة رائعة، ممكن تقولي هي فين؟ انتباه مستر أندي تشتت، وهولي بسرعة بدلت واقي الشمس بسبراي للتان. شكرا يا مستر أندي، أتمنى يسيبوني دلوقتي في حالي، الوقاية من الشمس مهمة جدا. دلوقتي ممكن اخد تن. مستر أندي المسكين اخد تن مش كامل. المقلب نجح. عجبكم الفيديو بتاعنا؟ قولولنا في التعليقات لو تحبوا تحضروا كلاس في الملاهي المائية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش اي فيديو جديد مضحك من تروم تروم.